بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنات الطالبات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة كنا نتكلم عن التطوع وعن الوسائل التي ممكن من خلالها نختار المتطوعين داخل المؤسسات الاجتماعية المختلفة، ووصلنا إلى إعداد المتطوعين. بعد اختيار المتطوعين في المؤسسات المختلفة لابد أن نقوم بإعدادهم من خلال البرامج التدريبية اللائقة والمناسبة لعملهم في المؤسسات المطلوبة أو المؤسسات التي طلبت المتطوعين. فلذلك لابد من إعداد هذا المتطوع للقيام بعمله على خير ما يرام. فلذلك من هنا لابد من اتباع سياسة تدريب للمتطوعين الذين تم اختيارهم للعمل التطوعي. لابد من إعداد برامج تدريبية لهم، وهذه طبعا البرامج تساعد المتطوع على أن ينمي نفسه ويدرب نفسه على الأعمال المطلوبة داخل المؤسسة التي يتطوع فيها. أولا، فيه عندنا يمكن أن ينمو هؤلاء المتطوعين أنفسهم من خلال الإشراف في المؤسسات التي يعملون بها، وهذا الإشراف بيساعدهم على تنمية خبراتهم ومهاراتهم من خلال المشرفين الذين يشرفون عليهم وعلى أعمالهم. فلذلك لديهم الخبرة والمهارة، فلذلك لابد المتطوع أن يعني يستفيد من خبرة الإشراف داخل المؤسسة. كذلك تقييم جهود ونشاطات المتطوع، دائما لابد أن نقيم عمل المتطوع داخل المؤسسة وندعم الجوانب الإيجابية لديه، ونحاول أن نقلل أو نزيل الجوانب السلبية لدى المتطوع. وهذه أيضا وسيلة من الوسائل الممكن من خلالها ننمي قدرات المتطوع. أيضا المجهود الذاتي للمتطوع، هنا لابد المتطوع أن يكون لديه الرغبة والاستعداد الكافي للعمل داخل المؤسسة من خلال عمله التطوعي. فلا بد من توفر هذا الجانب اللي هو الجانب الذاتي، الرغبة الذاتية لدى المتطوع بأن يقوم بالعمل داخل المؤسسة، وأن يكون دائما يحقق أهداف المؤسسة من خلال قيامه بالعمل التطوعي. وهذا يعتبر حافز له عندما ينبع من ذاته، عندما ينبع أو تنبع الرغبة الذاتية من ذات المتطوع، هذا يساعد المتطوع على أن يتكيف مع المؤسسة ومع عمله داخل المؤسسة، وأن يزيد إنتاجه داخل المؤسسة. أيضا التقويم الذاتي اللي بيقوم به المتطوع من حين لآخر، احنا قلنا في تقويم خارجي من قبل المسؤولين داخل المؤسسة، أيضا هناك تقويم من داخل المتطوع الذاتي اسمه التقويم الذاتي. ولذلك المتطوع لابد أن يقيم نفسه باستمرار ويعرف ما هي جوانب القوة وجوانب الضعف. جوانب القوة يعززها ويقويها، وجوانب الضعف يحاول أن يتلافاها ويحاول أن يتغلب عليها، وهكذا. اليوم أيضا سنأخذ موضوع جديد أيضا، وهو سياسة المؤسسة اتجاه المتطوعين. سياسة المؤسسة اتجاه المتطوعين. طبعا في عندنا سياسة معينة من قبل المؤسسات التي يعمل فيها المتطوعين، فلا بد أن نتعرف على هذه السياسة الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية التي يعمل فيها المتطوعون. طبعا في عندنا لابد يكون في عندنا داخل المؤسسة من سياسة المؤسسة ترعى المتطوعين. كيف ترعاهم؟ لابد أن يكون هناك لجنة لشؤون الموظفين، ومن داخل هذه اللجنة أن يكون من عملها أيضا لشؤون المتطوعين. في لجنة لشؤون المتطوعين داخل المؤسسة، مثل ما في
لجنة لشؤون الموظفين، بجانبها لابد أن يكون لجنة لشؤون المتطوعين. واضح؟ وهذا طبعا سياسة المؤسسات حتى تتابع العمل التطوعي وتتابع هؤلاء المتطوعون. طبعا في عندنا الحد الأدنى لمؤهلات المتطوعين. أحيانا في مؤهلات مطلوبة، ممكن الثانوية العامة، ممكن عندنا بكالوريوس، وبرضو البكالوريوس أنواعه، هل يكون خدمة اجتماعية، والله بكالوريوس اقتصاد، والله بكالوريوس محاسبة، والله بكالوريوس هندسة، والله طب، والله غير ذلك، حسب طبيعة العمل في المؤسسة التي ترغب في المتطوع. واضح؟ حسب طبيعة عمله في المؤسسة. إذا لابد أن نحدد المؤهلات العلمية للعمل داخل المؤسسة، فهذه لابد أيضا من سياسة المؤسسات التي ترغب في التطوع أن تحدد من هو المتطوع وما هي مؤهلاته المختلفة. كذلك أحيانا السن، كذلك بدنا نأخذ من فئة الأطفال، يعني الفتوة، والله فئة الشباب، والله فئة الكبار، يعني نوعا ما 30 سنة فأكثر، 40 سنة، من هم عندهم خبرة، هذه أيضا فئات العمر لابد أن نحددها. كذلك النوع كذلك، النوع بدنا نعرف هل هم ذكور أم إناث، لأن هناك مجال للمرأة ومجال للرجل في العمل، مجال للذكور وللإناث في العمل التطوعي، فلا بد أن نتيح هذه الفرصة للمتطوع. إذن هناك مؤهلات معينة للمتطوع لا بد أن نعرفها، ومن سياسة المؤسسة أن تحدد طبيعة هذا المؤهل، أيضا تحدد العمر الملائم والمناسب للعمل في المؤسسة، تحدد النوع الذكور أم الإناث للعمل في المؤسسة، لأن هناك بعض الأعمال لابد أن يكون فيها الذكور، بعض الأعمال لابد أن يكون فيها الإناث، في بعض الأعمال أن يعني الجنسين يعمل فيها داخل العمل المؤسسي. إذن هنا لابد أن نحدد. كذلك طبيعة الصحة العامة وخلو من الأمراض وغير ذلك، هذه أيضا ضرورية للمتطوع، هذه من سياسة بعض المؤسسات تشترط اللي هو اللياقة الطبية، بالإضافة لا حسن السيرة والسلوك وعدم الحكم الجنائي عليه وغير ذلك للمتطوع، بحيث أن يكون يعني شخصية سوية داخل المجتمع. أيضا في عندنا من السياسات التي تتبعها المؤسسات بتحدد أحيانا نظام المكافآت. أحيانا بعض المؤسسات تعطي مكافآت ليست كثيرة، ولكن الحد الأدنى للمتطوع مثل مقابل يعني خدمات بسيطة، مثل المواصلات، مثل المصروفات البسيطة، تعطى لمن؟ للمتطوع. إذن هذه تحتاج إلى سياسة، تحتاج إلى يعني من يقوم بهذا العمل. فلذلك من هنا لابد من توضيح هذه السياسة من قبل المؤسسة للمتطوعين في داخل المؤسسة، لتحديد طبيعة هذه المكافآت، ما هي وما قيمتها ولماذا تصرف وعلى أي شيء تصرف. هذه لابد تكون واضحة من قبل المؤسسة اتجاه مين؟ اتجاه المتطوعين، سواء كانت مكافآت مادية أو مكافآت معنوية أحيانا. أيضا من سياسة المؤسسة وضع خطة، لابد خطة وإجراءات اختبار للمتطوعين وتحديد المسؤول عن ذلك في المؤسسة، اللي هي إجراءات الاختبار والاختيار للمتطوعين، يعني هذا أيضا من هو المسؤول عن ذلك. في لجنة لابد تكون داخل المؤسسة عندما تقوم باختيار المتطوعين وعمل اختبارات لهم من أجل العمل داخل المؤسسة. هذه كلها من ضمن إطار سياسة المؤسسة تجاه المتطوع. أيضا برامج تدريبية، هناك بعض المؤسسات عندما ينتسب إليها بعض المتطوعين، إذن هناك عمل برامج تدريبية، لابد أن يكون سياسة للتدريب، سياسة تدريبية للمتطوعين داخل المؤسسة. فالمسؤولين داخل المؤسسة يتعرفوا على حاجات المتطوع من برامج تدريبية، ما هي الأعمال المطلوب يؤديها المتطوع، وإذا بيعرف هذه الأعمال كان بها، إذا لم يعرف ممكن أن يقوموا بتدريبه. إذن هناك من سياسة المؤسسة وضع من يقوم بعمل برامج تدريبية، ولذلك أحيانا هناك قسم خاص لاسم قسم التدريب، ومن قسم التدريب هذا للعاملين ككل داخل المؤسسة، هناك قسم خاص أيضا قد يكون للمتطوعين. إلى المتطوعين لابد أن يكون يراعى المتطوع ويعرف ما هي احتياجاته من البرامج التدريبية، ويساعدوه في عمل برامج تدريبية
لكي يتعلم من خلالها كيفية القيام بعمله داخل المؤسسة. هذه أيضا من ضمن السياسة التي تتبعها المؤسسات اتجاه المتطوعين. كذلك خطة توجيه المتطوعين وتوجيههم، وهناك لابد أن يكون من يشرف عليهم ويقوم بتوجيه المتطوعين داخل المؤسسة. هذه أيضا من ضمن سياسة المؤسسات اللي بيشملها اللي هو العمل التطوعي، لابد أن يكون هناك لجنة، يكون هناك مشرف، يكون هناك جهة معينة، قسم معين يقوم بالإشراف على المتطوعين داخل المؤسسة لمتابعتهم ومتابعة حاجاتهم، متابعة مشكلاتهم، متابعة أعمالهم داخل المؤسسة، متابعة ما يحتاجونه داخل المؤسسة وهكذا. هذه أيضا من ضمن السياسة الخاصة بالمؤسسة اتجاه المتطوعين. أيضا التقويم الدوري للمتطوعين باستمرار، لابد أن يكون هناك تقويما دوريا للمتطوع، يعني لا يقف التقويم عند حد معين، بل التقويم منذ بداية دخول المتطوع إلى المؤسسة للعمل التطوعي إلى أن ينتهي من العمل التطوعي، وهو يعني لابد أن يقوم ويعرف يعني هناك في جهة معينة تقوم بتقويمه باستمرار لمعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف لديه. أيضا عمل تقارير خاصة بالمتطوعين، لابد هذه أيضا من سياسة المؤسسة، لابد أن يكتبوا ويكون هناك بعض المشرفين داخل المؤسسة لعمل تقارير عن المتطوعين، الجوانب الإيجابية لديه، الجوانب السلبية، ما يحتاجه، كفاءته إلى غير ذلك. هذه كلها أيضا من سياسة المؤسسة اتجاه المتطوعين. أيضا طبعا المتطوع إنسان، والإنسان دائما يحتاج إلى رفع قيمته كإنسان وإلى المحافظة على كرامته وكينونته. فلذلك من هنا من سياسة المؤسسة لابد أن تضع اتجاه المتطوع بأن تشجع المتطوع دائما اللي هي عن طريق شهادات التقدير، عن طريق كلمات الشكر، عن طريق التشجيع للمتطوع، بحيث تحافظ على كرامة هذا المتطوع وقيمة هذا المتطوع، لأن المحافظة على قيمة المتطوع كإنسان وكرامته كإنسان هذه تدفع به إلى المزيد من العمل والإنتاج داخل المؤسسة. هذه أيضا لابد من السياسة التي يجب أن تتخذها المؤسسات التي ترغب في العمل التطوعي والمتطوعين لديها. أيضا لابد من وضع خطة لتدريب الأعضاء، يعني في الذين يقومون بالعمل التطوعي لابد يعني من وضع خطة شاملة للبرامج التي يحتاجها العمل التطوعي ويحتاجها المتطوعون داخل المؤسسة، وتدريبهم على هذه البرامج اللازمة للعمل التطوعي داخل المؤسسة. في عندنا الآن خلصنا سياسة المؤسسة تجاه المتطوعين بكل الجوانب التي ذكرناها. الآن سنعرف مكاتب التطوع. مكاتب التطوع هي مكاتب بتكون مكاتب مساعدة لأجهزة تنظيم المجتمع، مكاتب يعني تفيد أجهزة تنظيم المجتمع في أنها تحصر أسماء المتطوعين بمؤهلاتهم وخبراتهم ونوعياتهم وغير ذلك بكل ما يشمل المتطوعين، وأيضا تشمل رغبات المؤسسات، ما هي احتياجاتهم في المتطوع وفي المتطوعين في الأعمال التطوعية والمتطوعين. والمكتب هذا يوازن ما بين احتياجات المؤسسات ورغبات المتطوعين، ويحاول أن يوفق ما بين المؤسسات التي تحتاج إلى المتطوعين وكذلك رغبات المتطوعين الموجودة لدى المكتب. فلذلك المكتب، مكتب التطوع، هذا عبارة عن منظمة، لكن بنسميها منظمة مساعدة أو جهاز مساعد. لمن؟ مساعد اللي هو الجهاز الأصلي لتنظيم المجتمع، جهاز معاون، جهاز مساعد، جهاز يعني يقوم بتقديم الخدمات التنظيمية للأجهزة تنظيم المجتمع. واضح؟ ولذلك هذه المكاتب إلها وظائف تقوم بها، أعمال تقوم بها. ما هي وظائف أو أعمال مكاتب التطوع؟ يلا يا بنتي قولي تفضل. استشارة المواطنين وتعريفهم بالتطوع
التطوع والأنشطة القائمة حتى يقبل الدعم المشارك. نعم، استثارة المواطنين عن حثهم على التطوع، وهذه تحتاج إلى حملات إعلانية وإعلامية داخل المجتمع، والتوعية داخل المجتمع باستخدام كافة وسائل الإعلام الموجودة، ويعني العلاقات العامة داخل جهاز المؤسسة، لابد أن يثير سكان المجتمع على الإقبال على التطوع، وهذا من عمل إيه اللي هي مكاتب التطوع، وهذا ممكن يقوم بها مكتب التطوع نفسه اللي هو بعمل ندوات، عمل محاضرات، استخدام وسائل الإعلام المختلفة، صحافة، إذاعة، تلفاز وغير ذلك، لتوجيه المواطنين وحثهم، وخاصة فئات الشباب المؤهلة تأهيلا علميا، لحثهم على التطوع داخل المجتمع. ماذا أيضا؟ أيوة بنتي، الجيل الراغبين في التطوع وتصنيفهم من حيث الوقت والمهنة ونوع العمل والجهة التي يرغبون التطوع لها. بالضبط، إذن بدنا نحصر أسماء، بدنا نعمل سجل، وهذا دور اللي هو مكتب التطوع، عمل سجل وحصر المتطوعين بأسمائهم ومؤهلاتهم وأيضا الأعمار الخاصة بهم ونوعياتهم، واضح؟ كل ما يتعلق الخبرة، خبراتهم، هذا كله من دور مكتب اللي هو التطوع. مكتب التطوع يقوم بهذا العمل اللي هو حصر المتطوعين وأسماء المتطوعين الراغبين في العمل التطوعي. أيوة يا بنتي، الحصول على رغبات الهيئات فيما يخص باحتياجاتها من المتطوعين من حيث المواصفات المطلوبة لكل عمل والإعداد المطلوب. طبعا احنا حصرنا أسماء المتطوعين، بدنا نحصر أسماء المؤسسات التي ترغب في المتطوعين، ونشوف ما هي طبيعة الأعمال التي ترغب فيها في العمل التطوعي. دكتور، يعني هو المكتب يكون تابع لمؤسسة معينة ولا المكتب مستقل بذاته؟ يعني بيشبك بين كل المؤسسات. أيوة، مكتب مستقل، ولذلك هذا المكتب التطوع من يعني يمثل دور التنسيق يا بنتي في الأجهزة اللي هي المرحلة الأولى لتنظيم المجتمع اللي هي مرحلة التنسيق، ولذلك مكتب التطوع والمجهزة المعاونة والمساعدة للأجهزة الأساسية في طريق تنظيم المجتمع، ولكن له طبيعته الخاصة داخل المجتمع، جهاز معاون زيه زي أي جهاز آخر، يعني بيحصر الأسماء المتطوعين وبيحصر أسماء المؤسسات اللي ترغب في التطوع، ويحاول أن يوائم بينها ما بين رغبات المؤسسات ورغبات المتطوعين ويوفق بينهما. واضح؟ طيب ماذا أيضا؟ الأعمال اللي نقوم بيها برضو. أيوة، تدريب المتطوعين على ما سيقومون به من أعمال، إذ أن ذلك سيعطيهم شعورا بالأمن ويمكنهم من ممارسة عملهم على وجه. كويس، لما نحصر أسماء المتطوعين في مكتب التطوع ممكن حتى قبل توزيعهم للعمل في المؤسسات وأجهزة تنظيم المجتمع داخل المجتمع، يقوم المكتب بعمل عقد دورات تدريبية لهم، دورات تدريبية تحتاجها المؤسسات المختلفة لتنمية قدراتهم، تنمية مهاراتهم. واضح؟ هذه أيضا من عمل اللي هو مكتب التطوع، عمل دورات تدريبية للمتطوعين. أيوة بنتي، فضلي. توزيع المتطوعين على الهيئات مع الأخذ في الاعتبار ميولهم واحتياجات الهيئات. خلاص، احنا في الحالة هذه يعني عملنا لهم دورات، حصرنا اسمائهم، عرفنا رغبات المؤسسات، بنوزع المتطوعين كل حسب خبرته وعمله ومؤهله وحسب رغبة المؤسسة في المتطوع، حسب مؤهلات المتطوع، خبرته، واضح، نوعه، عمره، وهكذا. إذن هنا المكتب يقوم بالتنسيق ما بين المؤسسة والمتطوع في من خلال مكتب التطوع، فمكتب التطوع يوزع المتطوعين على المؤسسات المحتاجة للعمل التطوعي وللمتطوعين. واضح؟ فهذا دوره إيش بيكون هنا؟ دور التنسيقي، تنسيقي، تنسيق ما بين المؤسسات وما بين المتطوعين. واضح؟ هذا هو، ولذلك هذا يناسب المرحلة الأولى لمراحل يعتبر من الأجهزة المعاونة والمساعدة في أجهزة تنظيم المجتمع، تعاون المؤسسات اللي هي الخاصة بتنظيم المجتمع. في عندنا الآن أيضا من مكاتب التطوع ما زالت الأعمال موجودة أيضا. مين ما تكلمتش؟ أيوة يا بنتي، متابعة المتطوعين في المؤسسات ومساعدتهم على استمرار التطوع وحل مشكلات. طبعا بعد ما وزعنا المتطوعين على المؤسسة أو المؤسسات، هنا دور المكتب لا يقف،
لا يقف عند توزيع المتطوعين على المؤسسات، بل يستمر في المتابعة. متابعة من؟ هؤلاء الذين وزعهم على المؤسسات، ويعرف يعني مشكلاتهم، هل فعلا يحققون أهداف المؤسسة التي تم توزيعهم عليها أم لا في العمل التطوعي. أيضا رغبة حاجة المؤسسة، ما هي وجهة نظرها، ما هي وجهة نظر المتطوع. إذا من هنا لابد أن يكون هناك متابعة للمتطوعين داخل المؤسسات التي تم توزيعهم عليها، واضح؟ وهنا طبعا إذا كانت هناك بعض المشكلات لابد من مواجهتها وعلاجها، يقوم المكتب بعلاج هذه المشكلات الخاصة بالمتطوع أو الخاصة بالمؤسسة نتيجة وجود المتطوع فيها. إذن على المكتب أن يدرس هذه المشكلات دراسة موضوعية ويساعد الآخرين اللي هو سواء كان المتطوعين أو المؤسسات التي يعمل فيها المتطوعون على علاج هذه المشكلات. هذا أيضا من دور المكتب، يكون مسؤول عن ذلك. ماذا أيضا؟ إيجاد نظام للحوافز لتشجيعهم على الاستمرار وإتقان العمل. طبعا، وهذا بتدخل المكتب على اساس بيشجع هؤلاء المتطوعون عن طريق حوافز ماديه، حوافز معنويه، واحنا قلنا التطوع هو بلا مقابل، واحيانا قد تكون اشياء ماديه بسيطه لكن لها قيمه معنويه لدى المتطوع. نعم، شهادات تقدير، شهادات تقدير ايضا لابد، شهادات خبره، ميداليات، تقدير، ميداليات، يعني كل وسائل اللي هي الاجهزه اللي هي الجوانب المعنويه والتقديريه للمتطوع. هذا ممكن أيضا المكتب يقوم بها، وحث المؤسسات على القيام بها أيضا اتجاه المتطوعين فيها. طيب، في عندنا هذه الأعمال اللي قمنا بها أعمال أولية لمكتب التطوع، لكن في أعمال ثانوية اللي هي الأعمال الثانوية اللي ممكن يقوم بها مكتب التطوع. ما هي الأعمال الثانوية التي يقوم بها مكتب التطوع؟ أيوة يا بنتي. التأثير على تشكيل الرأي العام نحو المشكلات المجتمعية. اللي هي الرأي العام نحو المشكلات المجتمعية. طبعا لابد المكتب التطوع بيعرف ما هي المشكلات داخل المجتمع، وهنا ممكن يؤثر على الرأي العام اتجاه هذه المشكلات لكي يحس بها المجتمع. وإذا أحس المجتمع بالمشكلة يستطيع في هذه الحالة أن يضع الحلول لهذه المشكلة. المهم أن يحس بمشكلته. المهم الرأي العام أو الناس أو المؤسسات تحس بمشكلاتها، وإذا حس الإنسان بمشكلته يستطيع أن يفكر تفكيرا موضوعيا في علاجها. لكن المشكلة أحيانا يعيش الإنسان مع مشكلته ولا يعرف أنه يعيش في مشكلة. هذه المشكلة، هذه الطامة الكبرى. فلذلك الإنسان أحيانا يحتاج إلى من يوجهه، إلى من يثيره حول المشكلات التي يكون فيها لكي يفكر كيف يتخلص من هذه المشكلات. فلذلك دور مكاتب التطوع يعني تثير أحيانا الرأي العام حول المشكلات المجتمعية التي يكون لها وزن مجتمعي داخل المجتمع، لكي يقوم المجتمع بفهم هذه المشكلات وتفكير في كيفية علاج هذه المشكلات. ماذا أيضا؟ أيوة بنتي. العمل كجماعة ضاغط على المسؤولين لتوجيه اهتماماتهم نحو المشكلات لا تحظى باهتمامهم رغم أهميتها وإلحاحها. طبعا لا تحظى باهتمامهم. ولذلك من هنا أحيانا في مشكلات، فلذلك يعني المسؤولين قد يعني يحسوا بها، يعلموا بها، لا يعلموا بها، لا يدرون بها أو يدرون بها. المهم المكتب يثيرهم كجماعة ضغط داخل المجتمع، فمكتب التطوع يحث المسؤولين على معرفة هذه المشكلات وتوجيههم في كيفية علاج هذه المشكلات. فلذلك من هنا يعتبر المكتب جماعة ضاغطة، جماعة ضاغطة على المسؤولين داخل المجتمع لتوجيه هؤلاء المسؤولين لعلاج قضايا ومشكلات المجتمع. خلاص؟ والله لسه ما زلنا في الجوانب الثانوية اللي هي الايه؟ اللي هي الأعمال الثانوية اللي بيقوم بها مكتب التطوع. أيوه يا بنتي. إعداد متطوعين من حديثي السن لما فيه ذلك من تنشئة اجتماعية سليمة للشباب وإشباع احتياجاتهم النفسية والاجتماعية وقضاء وقرار مثمر وتوجيه من قبل الأكبر سنا.
طبعا هذا دور مكاتب أيضا، إن الجيل القديم أو الجيل الكبير يوجه مين؟ الجيل الصغير. فلذلك دائما بيعمل حلقة وصل حتى يكون هناك تواصل ما بين الأجيال، واضح؟ وأيضا الأجيال الشابة تستفيد من الأجيال القديمة من خلال الخبرة والمعرفة والدراسة، هذه كلها تفيد. فلذلك هنا بيعمل حلقة الوصل ما بين الجيل القديم والجيل الحديث حتى تكون هناك الخبرات مستمرة، واضح؟ ماذا أيضا؟ أيوة بنتي، ضرورة إيجاد علاقات وطيدة بين منظمات التطوع والأخصائيين الاجتماعيين في المناطق والدول المختلفة لإتاحة فرص التبادل. أيوة، تبادل لإيش؟ الخبرات. إذن هناك أيضا من دور المكتب الأعمال الثانوية اللي بيقوم بها لإيجاد العلاقات الوطيدة ما بين الأخصائيين والمنظمات الموجودة، وممكن أيضا ليست داخل المجتمع بل أيضا مع مجتمعات ومع دول أخرى عن طريق الزيارات المتبادلة ما بين المؤسسات وما بين العمل المهني، الأخصائيين الاجتماعيين وغير ذلك. لماذا تبادل الزيارات بين المنظمات وبعضها البعض وبين الأخصائيين والمنظمات؟ من أجل إيه؟ نقل الخبرات المختلفة. هذه أيضا ما يقوم بها مكتب التطوع. الله يعافيكم. طيب يعني اليوم يعني أخذنا أعداد المتطوعين، أخذنا سياسة المؤسسة تجاه المتطوعين، أخذنا أيضا مكاتب التطوع. يعني نعم، في أي سؤال فيما أخذناه اليوم؟ طيب إلى هنا ننهي هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة لكي نتحدث عن معوقات التطوع وعلاقة الأخصائي الاجتماعي بالمتطوع. إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة، لكن مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.